تتأثر البلاد وفقا لدائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بموجة من الارتفاعات على درجات الحرارة. ستبدأ إذن الارتفاعات هذا اليوم وفقا لدائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية لتتعمق تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة غدا الأربعاء وتمتد لعدد من الأيام المقبلة. ولذلك أصدرت إذن طواقم الدفاع المدني رزمة من التحذيرات والإرشادات بالنسبة للمواطنين للتعامل مع هذه الارتفاعات في درجات الحرارة بطبيعة الحال لضمان سلامة المواطنين والممتلكات والحفاظ على المقدرات الذاتية لطواقم الدفاع المدني. لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة في هذه اللحظات المقدم نائل العز مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني. أهلا بك يا سيادة المقدم، صباح الخير. صباح الخير إليك وصباح الخير لطاقم العمل ولكل مستمعين إذاعتكم وتلفزيونكم، حياكم الله. أهلا، صباحك بالخير. يعني بطبيعة الحال لما نتحدث عن رزمة هذه الإرشادات هي تضمن السلامة كما أشرنا للمواطنين بالبداية وللممتلكات ولمقدراتكم أنت كطواقم دفاع مدني، كيف من الممكن أن يتعامل المواطنون مع رزمة هذه الإرشادات التي سنتحدث عنها في هذه اللحظات في ظل الارتفاعات المقبلة في درجات الحرارة؟ عندما نتحدث عن موجة حر نتحدث عن مخاطر ترافق موجة الحر. أبرز هذه المخاطر هو تضرر القطاعات المختلفة بالحرارة، القطاع الزراعي ومربي الدواجن على سبيل المثال والمزارعين، والذين بحاجة إلى أن يكون هناك احتياطات من قبل المزارعين والاستماع لإرشادات وزارة الزراعة لكيفية تجنب مخاطر درجات الحرارة على القطاع الزراعي. القطاع الثاني الذي يتضرر حقيقة هو المزارعين الذين يقومون بالتخلص من الأعشاب عن طريق حرقها. عندما نتحدث عن موجات حر نتحدث عن جفاف للطقس ونتحدث عن سرعة رياح جافة، وبالتالي أي إشعال للنيران يكون سبب رئيسي لاندلاع الحرائق بشكل كبير، كما نرى في الوقت الحالي ما تقوم به قطعان المستوطنين باعتداءات على ممتلكات المواطنين خاصة في محافظة رام الله ومحافظة نابلس. وطاقم الدفاع المدني تعمل بكل طاقتها من أجل إخماد هذه الحرائق وتوفير الحماية لأبناء شعبنا في هذه المناطق التي تتعرض لاعتداءات قطعان المستوطنين. المسألة الثانية الثالثة نتحدث فيها هو يعني ما يتعرض له تنظيم المخيمات الصيفية من جولات خارجية وأنشطة خارجية، ونأمل من كل منظمين المخيمات الصيفية أن تقتصر أنشطتهم في المناطق الداخلية وفي المناطق المضللة وعدم المجازفة في يعني المناطق الخارجية، خاصة أنه المخيمات الصيفية تنظم لفئة عمرية صغيرة ما بين 8 سنوات لحد 14-15 سنة، وبالتالي هم أكثر عرضة لمخاطر درجات الحرارة. أيضا وجهنا رسائل ودائما نوجهها للعمال بأن تقتصر أعمالهم في مناطق الظل وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة، وإذا تعرض أي شخص لضربة شمس أو إجهاد حراري هناك أخطاء شائعة بأن يتمسك بالماء البارد أو الثلج عليه، لا، نحن نقول بضرورة نقله إلى مكان مظلل ومن ثم نقله إلى أقرب مركز طبي. هناك بعض الحوادث تحدث نتيجة استخدام المكيفات في المنازل وفي المصانع وفي المنشآت المختلفة، يجب أن يكون هناك ترشيد للتيار الكهربائي وعدم تحميل حمل زائد تجنبا للتماس الكهربائي وما ينتج عنه من حرائق مختلفة. أيضا سائقي المركبات وخاصة المركبات الثقيلة الذين يسيرون إلى مسافات طويلة تتعرض نتيجة استخدام المكابح بشكل متكرر، ترتفع درجات حرارة في الإطارات وممكن أن تسبب حرائق، فندعو السائقين بضرورة السير إلى مسافات قصيرة يعني إراحة المركبة لفترة حتى لا يكونوا يعني ضمن احتمالية اندلاع الحرائق بسبب استخدام المكابح وارتفاع درجة الحرارة في الإطارات. مجمل هذه الإرشادات نأمل أنه السادة المواطنين يأخذوها بمسؤولية ومحمل الجد، ونذكر بمسألة نسيان الأطفال في المركبات. درجات الحرارة في المركبة تصبح مضاعفة، يعني إذا كانت درجة حرارة الطقس 40 أو 45 تصبح 70 أو 80 درجة حرارة في المركبة، فإذا نسي شخص طفله في المركبة هو في هذه اللحظة يقوم بتعريضه لخطر شديد جدا جدا بالاختناق ومن ثم الوفاة لا سمح الله. نذكر بأنه عدم ترك الأطفال داخل المركبة
مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع. نعم، يعني مقدم لما نتحدث عن هذه الإرشادات وضرورة التعامل معها وأخذها بمحمل الجد في ظل كما أشرت تصاعد اندلاع الحرائق نتيجة إرهاب وهجمة المستوطنين، وبطبيعة الحال لما نتحدث عن جزئية الحرائق على وجه الخصوص التي كبدتكم في الآونة الأخيرة معاناة وجهود إضافية في ظل الحديث عن الأماكن المنتشرة لهذه الحرائق ووصولا إلى امتدادها على مساحات واسعة نتيجة الارتفاعات في درجات الحرارة، كيف تعاملتم فعليا مع هذه الحرائق التي زادت في الآونة الأخيرة وأهمية أخذ بعين الاعتبار هذه الإرشادات؟ نعم، يعني بالمناسبة الحرائق في المناطق الجبلية نريد أن يعني أن نركز الضوء على هذا المسألة. نحن في بيئة فلسطينية تعتبر بيئة نادرة وبيئة جميلة، فيها تنوع حيوي وفيها تنوع طبيعي. لا نريد أن نتعامل مع بيئتنا الفلسطينية باعتبارها شيء طبيعي، هي واحد من الكنوز التي نمتلكها كأبناء للشعب الفلسطيني، لا نريد أن ندمرها. يعني طواقم الدفاع المدني تمكث لأكثر من 3 أو 4 ساعات في إخماد حرائق المناطق الجبلية والمناطق الحرجية، خاصة أننا نحن لا نمتلك المعدات الكافية للتعامل مع هذا النوع من الحرائق. يضطر رجال الدفاع المدني والمتطوعون للسير على الأقدام باستخدام معدات إطفاء بدائية حتى يتمكنوا من إخماد هذه الحرائق، لأن هذه الحرائق تشكل تهديد لأشجار الزيتون، تشكل تهديد للغطاء النباتي الذي يشكل المراعي للثروة الحيوانية. نعتبر بأنه حرائق المحاصيل الزراعية تهديد للمحصول الزراعي وما ينتج عنه من دورة في عجلة الاقتصاد الفلسطيني، فبالتالي هذه الحرائق تشكل خطر حقيقي على العديد من المفاصل. لا نريد أن ننظر لها باعتبارها حريق فقط أو أن يقوم الدفاع المدني بإخماده فقط، نريد أن نصبح شركاء جميعا، المواطنين والمزارعين والمتطوعين، في مفهوم شامل ووعي شامل بضرورة أخذ احتياطات الدفاع المدني بمسؤولية وعدم المجازفة في إشعال الحرائق لأسباب يعني لا نريد أن نقول بأنها بسيطة، ولكن لأسباب غير موضوعية. كان يريد شخص أن يتخلص من الأعشاب أو أن يريد أن يعد فنجان قهوة على الحطب. نريد في ذروة الحر وفي تحذيرات الدفاع المدني أن نتوقف عن هذا السلوك بشكل تام، والتذكير بأرقام الطوارئ للدفاع المدني 102، للشرطة 100، والهلال الأحمر 101، إذا أي شخص رصد أحد هذه المخاطر الاتصال مبكر حتى تصل الطواقم قبل أن تتفاقم وتتسع. وفي هذه الجزئية مقدم المتعلقة بالوعي في سرعة فعليا يعني المناشدة وفي سرعة الاتصال بطواقم الدفاع المدني، والوعي أيضا في التعامل في حيثيات أي حادث لا سمح الله خلال فترة يعني الوقت الزمني لوصول طواقم الدفاع المدني، كيف تخفف فعليا من المخاطر المتعلقة بأي حادثة أو واقعة نتيجة هذه الارتفاعات في درجات الحرارة، ومن ثم لاحقا إتاحة الفرصة لطواقم الدفاع المدني لتقديم الخدمة اللازمة؟ يعني بالأساس هو يمنع إشعال النيران في المناطق المفتوحة منعا باتا، وخاصة في موجات الحر. يعني التخلص من الأعشاب أو من الأعشاب الجافة أو الأعشاب الضارة يتم من خلال إرشادات وزارة الزراعة، إما بدفنها وإما بالمبيدات يعني الكيميائية المناسبة لهذا النوع من الجهد الزراعي. ولكن في حال انه اصبح هناك حريق، الابلاغ المبكر يساعد وصول طواقم الدفاع المدني. نحن في السنوات الماضيه كان عدد مراكز الدفاع المدني ما يقارب من 24 مركز، اليوم لدينا 59 مركز للدفاع المدني. اغلب هذه المراكز تم افتتاحها في القرى والبلدات خارج المدن حتى تكون قريبه من المناطق الزراعيه وقريبه من القرى والبلدات خارج المدن، بالتالي أصبحت مدة الاستجابة أقصر. كانت مدة الاستجابة لدى طواقم الدفاع المدني في سنوات سابقة ما بين 18 إلى 20 دقيقة في المناطق خارج المدن، اليوم مدة الاستجابة بين 7 إلى 8 دقائق وقد تصل إلى 10 دقائق نتيجة وجود بعض أزمات السير وإجراءات قوات الاحتلال التي فرضت بعد العدوان على قطاع غزة. أصبحت مدة الاستجابة أطول قليلا، ولكن نقول بأنه الوقاية هي السبب
كلمة المفتاح في تخفيض ومنع الحرائق وما ينتج عنها من خسائر. طيب مقدم، لما بنحكي عن ارتفاع في درجات الحرارة فهناك أكيد استخدام لوسائل التبريد ومنها طبعا المكيفات، وهذا ما يؤدي إلى زيادة عبء في الأحمال على الطاقة الكهربائية، وللأسف هناك شهدنا خلال الفترة الماضية بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا الجانب. كيف من الممكن أن يتعامل المواطنون بآلية توزيع الأحمال في ظل المخاطر الناجمة عن هذا الموضوع؟ يعني بالتأكيد الأحمال الزائدة السبب الرئيسي فيها هو نتيجة الاستخدام المستمر للتيار الكهربائي وبقدرة عالية. عندما يكون في المنزل مكيف يعمل على مدار الساعة، عندما يكون هناك مكيف يعمل في الشركة أو في المصنع على مدار الساعة، أنت تضع احتمالية أن يكون هناك حمل زائد. بالتالي ترشيد استهلاك الكهرباء، وضع درجة الحرارة كأن تكون مثلا على 24 أو 25، أن لا تنخفض درجة الحرارة إلى 18 أو يعني بالحد الأدنى لاستخدام المكيف حتى ينخفض استهلاك التيار الكهربائي وتتجنب حصول التماس الكهربائي. وفي حال حدث تماس كهربائي واندلعت النيران في المنزل، هنا يجب أن يكون هناك تصرف لصاحب المنزل بأن يخلي المنزل من الأطفال ومن كبار السن ومن ذوي الإعاقة في البداية، إبلاغ الدفاع المدني مباشرة، عدم العودة للمنزل للحصول على مقتنيات قد يعتقد أنها ثمينة باعتبار أن حياتنا أثمن ما يمكن، وإذا كان يمتلك أسطوانة الإطفاء بإمكانه إخماد الحريق في بدايته. ولكن استجابة الدفاع المدني تعتمد على سرعة الاتصال المبكر على أرقام الطوارئ اللي أنا ذكرتها في هذا اللقاء، أو أن يمتلك المواطن أسطوانة إطفاء حتى يتم إخماد الحريق من قبله. نعم، يعني وأهمية فعليا هذه الالتزامات هي الأول هي حماية المواطنين، ومثل ما أشرنا سرعة التبليغ المبكر جدا مهم. أمنيات السلام أكيد للجميع، وشكر موصول لكم وعلى جهودكم الدائمة في الدفاع المدني. المقدم لنا إلى العزة، يسعد صباحك. يسعد صباحك، يعطيكم ألف عافية وشكرا على تواصلكم مع الدفاع المدني. شكرا، يسعد صباحك.